تطبيق برمجي طور صمم بأهداف تسعى إلى رفع وعي المجتمع بمشكلة استهلاك المياه والحد منها من خلال عرض تفصيلي لاستهلاك المياه في المنازل. إنترنت الأشياء وبرمجيات خاصة طورها نواف بن سالم الهنائي في مشروعه، وصمم لها مستشعرات لقياس الاستهلاك والنسب القيمية وغيرها ليكون مشروعاً برمجياً مميزاً وفريداً من نوعه. نتابع مشاهدينا الكرام نواف والحديث عن هذا المشروع. مشروع إنفلاش أو إنتليجنت فلاش أو التدفق الذكي، هو مشروع حاصل على المركز الأول في مسابقة الابتكار والبحوث في مجال المياه التابع لمجلس البحث العلمي في فئة المبتكر الناشئ. المشروع يهدف إلى المساعدة على التقليل من مشكلة استهلاك المياه في المنازل بشكل خاص وفي المنشآت العامة بشكل عام. المشروع هو عبارة عن تطبيق يقوم بعرض استهلاك المياه بشكل مفصل لفترة زمنية معينة. آلية عمل المشروع هو أنه يقوم بتجميع بيانات استهلاك المياه من مستشعرات أو من حساسات وأجهزة قياس يتم تركيبها في مداخل أو مخارج المياه. أهمية مشروع إنفلاش للمجتمع أنه راح يساعد في رفع الوعي تقليل استهلاك المياه من خلال أنه كل مستخدم أو كل فرد من أفراد المجتمع راح يعرف استهلاك المياه بشكل مفصل وراح يحس بقدر من المسؤولية عندما يقوم باستهلاك كميات كبيرة من المياه فوق حاجته وفوق الكمية اللي هو فعلا يحتاجها بشكل يومي. مستقبلا نتطلع لتطبيق هذا المشروع على أرض الواقع بشكل موسع من خلال الشراكة والتعاون مع أحد شركات توزيع الكهرباء والمياه، وأيضا نتطلع إلى أن يكون هذا المشروع كمنتج يباع في السوق المحلي.